رقم قياسي وتاريخي أيضا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بلاس. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، لكن في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بلاس مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدف أمام كريستال بلاس سيصبح ثاني أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحديث، ليتساوى مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز. كما سيحاول محمد صلاح من تسجيل هدف أمام كريستال بلاس من أجل الانفراد بالمركز الثامن في قائمة هدافي نادي ليفربول عبر التاريخ. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.